مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير عبر شاشة تلفزيون السلام، وأهلا وسهلا بكم في كل ما هو جديد ومميز. أكيد مسابقة محامص البرقاوي للمنتج الجديد. مشاهدينا، آلاف الشواكل كاش آلاف الشواكل بانتظاركم، وجوائز قيمة جدا، جوائز قيمة جدا. تعالوا وشاركوا في هذه المسابقة، المسابقة المميزة التي لا يوجد لها مثيل على الإطلاق. أكيد مسابقة محامص البرقاوي للمنتج الجديد، آلاف الشواكل كاش لتربحونها أكيد من هذه المسابقة. ولا ننسى الجوائز القيمة بانتظاركم. محامص البرقاوي للمكسرات الطازجة النخب الأول، مكسراتنا غنية عن التعريف ومعروفة أكيد لديكم. مشاهدينا، مع البرقاوي أمتعناكم بجودة المكسرات وفخامتها، وأيضا رقي مذاقها، والتي عرفها جميع الناس منذ سنوات طويلة، وهي الآن غنية عن التعريف. نوعية البضاعة النخب الأول، وبضائعنا ذات جودة عالية، ولا نتعامل بالبضائع قليلة الجودة. ما شاء الله البرقاوي، ما شاء الله حبة الكاجو واللوز، ما شاء الله ما أكبرها. أكيد الجودة العالية والنخب الأول عند محامص البرقاوي. ولا تنسوا أننا لا نتعامل مع البضائع قليلة الجودة بمنتجاتنا، وسعرنا سعر السوق، وأكيد لكرمال زبائننا السعر خاص ومراعاة. وبالإضافة للمكسرات نوفر لكم البهارات الطازجة بكافة أنواعها وأشكالها، أجود أنواع البهارات، وبهارات مشكلة طازجة يوميا من المطاحن. أكيد بهارات البرقاوي المذاق الطيب، وأيضا البرقاوي علامة مميزة في عالم البهارات، تشكيلة مميزة من أجود أنواع البهارات. ولا تنسوا لا نتعامل مع البضائع قليلة الجودة، وأسعارنا سعر السوق، والعيون زبائننا أكيد في مراعاة وسعر خاص. مش بس هيك، من محامص البرقاوي للمكسرات الطازجة جميع أصناف الشوكولاتات ذات المذاق الطيب لمناسباتكم السعيدة، من أفخم وأرقى أنواع الشوكولاتات. ومش بس هيك، وكاندي الإسباني ذات الجودة العالية أكيد عند محامص البرقاوي. والأهم تتذكروا دائما وما تنسوا أنه الشوكولاتات عند البرقاوي طازجة وتواريخها جديدة وليست قديمة، وسعرنا سعر السوق، وأكيد كرمالكم مراعاة وسعر خاص. ولأننا أيضا المميزون نوفر لكم مع كل ما سبق المجففات، مجففات محامص البرقاوي ذات الجودة العالية والنكهة الطيبة. جميع أنواع وأصناف المجففات موجودة بين أيديكم في محامص البرقاوي. ولا تنسوا لدى محامص البرقاوي جودة الصنف عالية، ولا نتعامل مع البضاعة قليلة الجودة، والسعر سعر السوق، ولكم زبائننا أسعار خاصة وأيضا خصومات. إذن مشاهدينا، أصنافنا وضعناها بين أيديكم، وأمتعناكم ونمتعكم بمذاقها وجودتها العالية. واليوم نبهر محافظة طول كرم والوطن بأكمله بمنتجنا الجديد، جديدنا من البرقاوي، قهوة البرقاوي، بن البرقاوي. سر أسرار القهوة برائحتها وعبقها وأصالتها عند قهوة البرقاوي هو الخيار أكيد بن البرقاوي. بن البرقاوي، والذي يصل صداه وشهرته إلى كل زبائننا وكل محافظات الوطن على امتداد فلسطين الحبيبة. منتجنا الجديد من بن البرقاوي مشاهدينا، البن الذي فاق كل قديم بالطعم والجودة والفخامة والأصالة. المذاق عند البرقاوي، لا تدور ولا تحتار ولا تكون خسران، جرب بن البرقاوي. أكيد بن البرقاوي الفاخر، لأنه هو الخيار. أسعارنا دائما وأبدا سعر السوق، وكرمال عيون زبائننا لكم سعر وخصم خاص. جديد بن البرقاوي من قهوة البرقاوي، متوفر في جميع فروعنا، دوار شويكي، مجمع الأشقر،
وأيضا مجمع الحواري. لكن لا تنسوا قريبا 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 الحدث الأكبر من نوعه بالوطن في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، افتتاح فرعنا الجديد بجانب معرض جنين وأيضا مقابل الكنيسة، والذي سيكون الفرع الرئيسي وسيتم افتتاحه على مستوى عال من الرقي والفخامة من ديكورات خلابة تتناسب وذوق وعراقة زبائننا. البرقاوي اسم وشهرة وتقدم ونجاح مستمر، أكيد آلاف الشواكل كاش بانتظاركم وجوائز قيمة جدا جدا من محامص البرقاوي للمكسرات الطازجة. البرقاوي غني عن التعريف وهو معروف لديكم، وهذا البرنامج من أجلكم ولدعمكم مشاهدين لتشاركوا وتفرحوا معنا، والأهم تربح آلاف الشواكل كاش، آلاف الشواكل والجوائز قيمة جدا. اللي ما جرب بضاعة البرقاوي أكيد من المكسرات والبن والبهارات ما يحتار، تعرفوا شو إله سعر خاص جدا. البرقاوي دائما يرضي الجميع بأسعاره وجودة بضاعته. وصلنا إذن إلى السؤال، السؤال هو: للقهوة فوائد صحية كثيرة، عدد ثلاثة منها. إذن للقهوة فوائد صحية كثيرة، عدد ثلاثة منها. ما عليكم إلا إجابة السؤال وباقي الأسئلة في الحلقات السابقة والقادمة عبر السؤال ومن ثم الجواب وإرسال ظرف مغلق إلى تلفزيون السلام بالدخول على السحب. آلاف الشواكل وجوائز قيمة بانتظاركم أكيد مع البرقاوي ومسابقة محامص البرقاوي المتجدد. نستودعكم الله وإلى اللقاء.